هاتف ب$12 فقط، هذا ما أعلن عنه الملياردير الهندي الشهير موكش إمباني، وسيحمل الهاتف اسم جيو بهارات على أن تتولى شركة ريلاينس جيو إنفوكوم الهندية الإطلاق التجريبي لأول 1,000,000 هاتف من الطراز الرخيص، وسيأتي الهاتف وفق الشركة المنتجة مدعوماً بباقة مكالمات صوتية إلى جانب 14 جيجا بايت مقابل $1.50 فقط. وكذلك سيدعم الهاتف الجديد الدفع عبر الإنترنت، ويهدف أغنى رجل هندي من هذه الخطوة وفق محللين إلى اختراق عالم الهواتف في بلاده، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 250,000,000 مستخدم للهواتف في الهند.